الفنان محمد عبده لما التقي بيه وهو بيحتضن عوده اقول له انت دلوقتي في اسعد لحظاتك، ولا لما بتكون بتسجل غنوة صوتك بتبقى اسعد؟ وفي الحقيقة كان عندي سابقا قبل ما كنت بلحن لنفسي كنت بحب عمل الاستوديو، بس لما بدأت أركز على موهبة التلحين فبقيت أصدق من الاستوديو مع العود. بس لما كنت بتغني للملحنين أنا قبل ما تلحن لنفسك كنت بتحس برهبة لما بتحفظ اللحن من ملحن؟ لا أبدا، كنت أحس أني أنا أبغى أقول أكثر من كده، يعني أبغى أوصل لأكثر من إحساس الملحن. يعني نقول الملحنين اللي لحنوا لمحمد عبده ما مسوش كل أحاسيسه وكل إمكانياته الصوتية. أبدا أبدا، يعني يمكن أنا جسدت إحساسهم بدمج أحاسيس مثلا معينة من صوتي أو من الجمل اللي أنا كنت بأديها بلون غير اللي كان يطلبه الملحن.